مرحبا بكم رفاق رفيقات. بداية وباسم مجلس الشباب لحزب سوريا المستقبل نبارك الذكرى السنوية الخامسة لتأسيس حزب سوريا المستقبل لكافة شعبنا ومناصرينا وأعضاء وقيادة الحزب. وكما أننا في مجلس الشباب نبارك العمل التنظيمي الذي قام عليه حزبنا منذ تأسيسه والذي استطاع من خلاله الوصول لكافة المكونات وتنظيم أكبر عدد منهم كونه يحمل الحل للأزمة السورية وأحلام ومتطلعات السوريين، والذي أشرك جميع فئات الشعب وذلك من خلال تشكيل مجلسي الشباب والمرأة وإعطائهم حقهم في لعب دورهم وذلك من خلال إرجاعهم إلى حقيقتهم وجوهرهم، وليكونان الجناحان الذي سيحلق بهما الحزب عاليا نحو النصر. ونحن في مجلس الشباب عملنا جاهدين منذ التأسيس ولا زلنا نعمل نحو تنظيم الشباب واستثمار طاقاتهم ضمن مجال العمل السياسي الصحيح الذي يعطي الحق للشباب لقيادة المرحلة بجميع جوانبها وأن يبنوا مستقبل سوريا بسواعدهم وفكرهم. فكون الشباب هم القوة الكامنة لكل الشعوب وهم الطاقة الديناميكية الفاعلة، فإنه يقع على عاتقنا العمل الأكبر في هذه المرحلة لإيصال سوريا إلى بر الأمان وتحقيق أحلام الشعب السوري. وإننا من خلال هذا الاحتفال ندعو جميع الشباب للانخراط في صفوف التنظيم الحزبي الذي هو المخرج الوحيد لحل الأزمة السورية وتنظيم أنفسهم بالشكل المطلوب ولعب دورهم تجاه أهلهم ووطنهم ليس فقط سياسياً وإنما بجميع المجالات الحياتية التي تخدم المصلحة العامة وتتماشى مع المرحلة التي نعيشها. وإننا كمجلس شباب حزب سوريا المستقبل نؤكد على مساندة قواتنا قوات سوريا الديمقراطية وترسيخ مشروعنا مشروع الإدارة الذاتية كونهما الركيزة الأساسية نحو متطلعاتنا لسوريا المستقبل، سوريا الجامعة لكل السوريين. عشتم وعاشت سوريا حرة ديمقراطية تعددية لا مركزية. عاش حزب سوريا المستقبل. الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والحرية لمعتقلينا. عهدنا المقاومة وحتما سننتصر.